في جملة ماذا تقول لما يجري الآن عند جامعة القاهرة وما يجري لمن يحتجون في ميدان التحرير؟ ماذا تقول لهؤلاء؟ أقول للمتواجدين في ميدان جامعة القاهرة: وحدوا مطلبكم، مطلبكم يجب أن يتوحد إقامة شرع الله عز وجل في مصر، وحدوا المطلب إقامة شرع الله عز وجل في مصر. لا نريد دستورا يخالف القرآن، ولا نريد دستورا يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا معشر المتظاهرين، حتى تثابوا ولا يضيع جهدكم ولا يخيب سعيكم، اطلبوا رضا الله، اطلبوا شرع الله سبحانه وتعالى، ارفضوا أي شيء يخالف أمر الله، أي شيء يخالف سنة رسول الله ارفضوه. أما هؤلاء الذين تواجدوا في ميدان التحرير ما بين ليبرالي وعلماني ونصراني وصوفي وهمل آخرين رعاع، أذكرهم بتقوى الله وأن ينصرفوا إلى بيوتهم، أن ينصرفوا، أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم، وأن يتوبوا إلى الله. فموتتهم إذا هم ماتوا، أو إصابتهم إنهم أصيبوا، ففي سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت، ليست في سبيل الله. هذا الذي أوجهه لأولئك المتواجدين في ميدان التحرير: توبوا إلى الله وارجعوا عن غيكم، وأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، أسلم لكم في دنياكم وآخرتكم.